الذين يمثلوا التيار الوطني، تيار المقاومة، هم أهل الزوايا والقبائل المحيطة بالعاصمة. حدث أول اجتماع في تامن فوست في 23 جويلية 1830 بقيادات زعموم طرقية ودينية من الرحمانية اللي هو الشيخ بن زعموم. بن زعموم وهؤلاء هم الذين قادوا المعركة من الجزائر العاصمة تقريبا حتى اليسر. نعم. وهذا المقاومة دامت أكثر من سنتين، بل الفرنسيون لم يتمكنوا من الوصول لا للحراش ولا للمنطقة تاع الأربعة ولا منطقة تامن فوست، بل توجهوا جنوبا البليدة في 26 نوفمبر. نعم.